رهاب عندك كواليس؟ انا عارف، اتفضلي. عندي خبر مهم بس بخصوص المباراة والأزمة اللي حصلت النهاردة والخناقة بتاعت الشناوي طبعا مع طبيب فريق الهلال. يعني احنا شفنا، بس يعني الكاميرا ما جابتش ايه اللي حصل، لكن احنا شفنا بعدها كلنا في الفيديوهات ان في خناقة، بس ايه اللي حصل عشان الخناقة دي ما ظهرش في الكاميرا طبعا عشان الناس تعرف. طبعا انت شفت الأهلي كان مغلوب وعايز يلحق ان هو بسرعة يسجل يتعادل يحاول ان هو يكسب. لعيبة الهلال كانت بتضيع وقت، اللاعب وقع في الأرض، فدكتور او طبيب الهلال يعني دخل علشان يعالجه في ارض الملعب. فمحمد عبد المنعم مدافع الفريق بيتكلم مع الدكتور بيقول له يعني لو هياخد وقت اطلع عالجه بره علشان احنا عايزين نلعب يعني. فالدكتور راح جاي باصص له ضاحك وبالعلبه بتاعت البنج ضرب عبد المنعم في وشه، يعني خبطه في وشه خبطه جامده جدا لدرجه ان هو كان ممكن يتصاب في مناخيره اصابه كبيره، يعني ان العلبه كانت قويه وجامده. وهنا للسبب ده كانت دخل محمد شناوي طبعا كابتن الفريق وباقي الناس وبنت الازمه الكبيره دي. لكن الغلط اساسا من دكتور الطبيب، يعني انا مش فاهمه يعني ايه طبيب فريق يضرب لاعب بازازه بنج في وشه عشان بيقول له اطلع عالجه بره. يعني الموضوع كان صعب جدا، فدي كانت سبب الازمه عشان اللي كده حصلت كان كلها. الشناوي منفعل بالظبط، قوي كده. الشناوي كابتن الفريق يعني، فابتدى ان هو ينفعل عشان خاطر عبد المنعم وظهرت الخناقه اللي الناس كلها شافتها على الشاشه يعني.